على هدير المولد الكهربائي يمارس يوسف برابحة مهنة القصابة. يستقبل زبائنه، يقطع اللحم بساطوره ويزن الطلبات على الميزان. هذا الهدير أصبح طقسا شبه يومي بالنسبة ليوسف بسبب انقطاعات المتكررة للكهرباء جراء الأحداث والشبكات الدائرة في ليبيا. بالنسبة لانقطاع التيار الكهربائي لجزارة سبب أضرار واجدة، وتم فيه انقطاع باستمرار. الجزار تم يذبح يومي، ولازم الضيمة لازم ينقطع في اليوم مرتين ثلاثة، ويسبب في عفونة في اللحم. انقطاع الكهرباء المتكرر لعدة ساعات في اليوم أفسد اللحوم وسبب خسائر لزملاء يوسف. والله في جزارة بصدق وأمان، في جزارة والله عزقوا لحم ما لحد بكل، عزقوه من سبب انقطاع التيار الكهربائي. وتم فيه اللي دار مولد كهربائي مولد الضي الله، وزي ما نقوله ماتوري، وما صارش منه بكل لأنه ولع المكيف وما ولعش التلاجة، ولع التلاجة وما ولعش المكيف، وتمت إصابات ما نحكي لك عليه بكل، فيه أضرار للجزار بشكل لا يوصف. والمشكلة الحولي ولا الخروف زي ما تقولوا يكلف 500-600 جنيه من عند الجزار، يعني فيها أضرار مضية بصراحة وخيمة بالكل، وأضرار يعني إن شاء الله ربي يساعد كل واحد. كثر في ليبيا غير الجزارين تضرروا جراء انقطاع الكهرباء وألفوا صوت المولد الهادر. تجولنا في شارع المستشفى، المركز التجاري الأكبر في مدينة البيضاء. المولدات حيثما وليت وجهك، ولا صوت يعلو فوق صوت هديرها. طبعا تخزين الادويه انت كيف زي ما انت عارف احتاج درجات حراره معينه، ونواجه مشكله انقطاع التيار الكهربائي هذه من فتره طويله بكل. في بعض الادويه نفس الاباري مثلا والحقن وبعض اغلب انواع الادويه فهمت علي يحتاج درجات حراره منخفضه في الحفر او درجه حراره الغرفه، ونحن نواجه مشكله خاصه التكييف. حتى التكييف لازم الصيدليه طبعا عدف التكييف عند درجه حراره 25، وهذه الدرجه ملائمه لحفظ الادويه زي ما انت عارف. زي ما انت شايف تو مشكلة. انتشر استعمال المولدات الكهربائية خلال الثورة الليبية بسبب انقطاع الكهرباء في تلك الفترة، وساهم في انتعاش سوقها أن الوقود الذي تشتغل به سلعة مدعومة من الدولة الليبية. أكيد زاد الإقبال على المولدات الكهربائية الفترة الأخيرة بسبب انقطاع التيار الكهربائي ما بين وقت ووقت، غير أن أسعارها اشتعلت مع اشتعال الأزمة الأخيرة وانقطاع الكهرباء لعدة ساعات في اليوم. والله سبب هذه الزيادة نقص المحركات وزيادة الدولار ونقص السيولة في المصارف، هذه كلها أدت إلى غلاء الأسعار في المحركات الفترة الأخيرة. والله كان أقل واحد 250-300 تو أصبح 400-450، أغلى ثمن اللي كان ب 800 تو كان ب 1000-1200، واللي كان ب 1200 تو قاعد ب 1500 وب 1800. عندما يرخي الليل سدوله يظلم السوق إلا من مصابيح السيارات، فيما يهرع أصحاب المولدات لمولداتهم. الأمر نفسه في الأحياء السكنية، من يملك مولدا يشعله ليضيء بيته، ومن ضاقت يده يشعل شمعة ليبدد وحشة ظلمته في انتظار أن يجلب قادم الأيام نورا للدولة الليبية المنشودة. لبرنامج أنا الشاهد، علي القطعاني، ليبيا.